السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من على الماشي، وأنا دكتور كريم علي. اتسألت السؤال ده كتير عن الغدة الدرقية مع الكيتو. إيه موضوع الغدة الدرقية؟ الغدة الدرقية دي بتفرز هرمون الثيرويد هرمون، اللي هو هرمون الغدة الدرقية. الهرمون ده مش مهم، ده يعني أبو كل الهرمونات. ليه؟ لأن هو المسؤول المايسترو بتاع الميتابوليزم، معدل أيض الجسم، هو اللي هيحدد انت جسمك يحرق ولا ما يحرقش، انت جسمك صحي ولا مش صحي، انت جسمك فيه باور ولا ما فيهوش باور. هو ده كل الغدة الدرقية. فأي خلل في الغدة الدرقية ليه أثار يعني صعبة جدا على الجسم. في نوعين من الأثار، يا إما يعلى يا إما يوطى الهرمون. الهرمون لما يوطى اللي هو خمول الغدة الدرقية اللي جالي عليه السؤال كتير قوي، لو الغدة الدرقية قللت الهرمون الإنسان يبقى كسلان جدا، هادي تماما، بينام كتير، ضغط واطي، السمنة لأن ما بيحرقش، جسمه مقلل كل مصانع الحرق، والميتوكوندريا اللي هي مصانع الطاقة دي ما بتتأثرش إلا بهرمون الغدة الدرقية. فلما كل ده ينزل لازم الواحد يتخن. طب نعمل إيه يا دكتور؟ يعني عندي خمول في الغدة الدرقية ووزني زايد، أعمل كيتو ولا لا؟ ده السؤال الدايركت اللي جالي. طبعا لو الغده الدرقيه بزياده طبعا هيبقى فيه عصبيه ورعشه ويبقى رفيع خالص وما بينامش وعصبي وبيعرق، العكس بالظبط، حاله هايبر وحاله هادي خالص وسلاجش اللي هو في الطب بنسميه انجلش يعني الجسم كسلان. فخلينا في الهايبو اللي هو الحاله اللي جاتني اللي هو خمول الغده الدرقيه. قبل ما اتكلم على الغده الدرقيه او نعالجها او الكيتو او مش كيتو، حط في دماغك حاجات لازم تحط في الاول. الغدة الدرقية لو مش قايمة بالشغل في حاجات لازم نبص عليها. الغدة بتفرز هرمون، يروح الهرمون ده للكبد يتنشط ويفرز. فلو الكبد فيه مشكلة يبقى الغدة الدرقية مش هتشتغل، يبقى كبدك لازم يبقى كويس. انتفاخات مستمرة، وجع في الكبد، عندك التهاب كبدي، عندك دهون على الكبد، كل ده وظائف الكبد مش مظبوطة، طبيعي انك تصلحه قبل ما تقول لي الغدة يا دكتور عندي مشكلة. يبقى دي النقطة الأولى، كبدك مهم قوي. النقطة الثانية الغدة الكظرية اللي هي فوق الكلوية، دي محالة الاسترس بتفرز هرمونات. لما الاسترس والهرمونات دي بتفرز بتروح تكسر في الغدة الدرقية. زي ما قلنا الاسترس او العصبيه او الضغط العصبي مدمر لكل حاجه من الجسم، ودي احد حاجاته بيدمر الغده الدرقيه. فلو انت في استرس على طول، لو انت بتاخد كل حاجه على اعصابك، لو انت على طول بتتنرفز، ما تقوليش الغده الدرقيه اتاثرت. قلل الكورتيزون، قلل الغده الكظريه تخف شويه في الشغل بتاعها، والاسترس والحزن والقلق والالم وكل المشاعر دي، وبعدين نبص على الغده الدرقيه. الجزء الثالث الاستروجين، عشان كده الستات كتير بيشتكوا من ايه، من الغدة الدرقية اكتر من الرجال. هرمون الاستروجين اللي هو بيفرز من المبايض اثناء فترة البيريود ده عدو الغدة الدرقية، مش عدو يعني بيروح يقعد مكانه ويطرد الغدة الدرقية ما تشتغلش. انا هقعد في المستقبلات بتاعتك، في الغدة الدرقية ما تشتغلش. فلو الاستروجين عالي لازم يعني طبيعي انه يبقى عادي في ايام معينه كل شهر، انما مش طبيعي يبقى عادي على طول. اعملي هرمون الاستروجين لو عالي عن الطبيعي اتاكد لازم تصلحيه مع دكتور النساء الاول، وده يبقى سبب خمول الغده الدرقيه. قليل قوي 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 في الطب الغده خامله عشان عيب في الغده، ده كبد يا غده فوق كظريه يا اما الاستروجين عالي. في الرجاله وفي الستات اللي بياكلوا فول صويا او بروتين صويا بيعلي الاستروجين جدا، عشان كده انا ما بحبش فول الصويا خالص لانه بيزود هرمون الاستروجين وده بياثر على الغده الدرقيه. مهم قوي النقطه دي. النقطه اللي بعد كده انك نعمل ايه يا دكتور؟ في حاجات بسيطه وفي حاجات مهمة. الحاجات البسيطة انك تلعب رياضة، الرياضة مهمة قوي، بتنشط الغدة الدرقية وبتحرق، بتزود حرق الجسم، يبقى عندك عضلات زيادة. السيلينيوم اتكلمت عليه في حلقة السرطان، ده مكمل غذائي، بتروح اي سنتروم ولا اي فيتامين تلاقي فيتامين د وفيتامين سي وك، وتبص تحت تلاقي سيلينيوم، مهم قوي قوي، مهم للجسم بس يعني دوره بسيط في الغدة الدرقية. بدي الحاجات اللي يعني الحاجات اللي هتساعد خفيف مش اساسيات، يبقى السيلينيوم وايه الرياضة مهم قوي. ايه ندخل بقى في موضوع الكيتوزيس، كيتون بادي. يا دكتور انا عايز اعمل كيتوزيس، بس قبل الكيتونز بادي ناس قالت لي يا دكتور انت بتقول عشان الاستروجين في جسمنا يقل لازم ناكل خضروات اللي هو البروكلي، الارنبيط، الاسبرجس اللي هو الهليون، الجرجير، الفجل، الحاجات دي كلها، الكرنب، الحاجات دي كلها بتقلل هرمون الاستروجين. بس ناس تقول لك يا دكتور الغده الدرقيه الدكتور مانعني اكل خضروات عشان هيقلل الايودين، فايه فالجسم يتاثر.
يعني حضرتك بتتكلم على واحد في المليون لازم تاكل 20 30 كيلو خضروات عشان الايودين يقل. يعني ما اعرفش الدكاتره دي بتفكر ازاي. ما حضرتك اعرف هو بياكل خضار قد ايه؟ هو في حد فينا كلنا بياكل خضار كفايه والله العظيم الطب بيقول لازم تاكل 7 كوبايات خضار كل يوم. مين فيكم بياكل 7 كوبايات؟ ده طبيعي الناس الطبيعي. احنا بناكل 7 كوبايات عشان نجيب البوتاسيوم وعشان ننظف الكبد وعشان الالياف المناسبه. 7 كوبايات خضار كل يوم. فما حدش يقول لي بقى يا دكتور ما باكلش خضروات عشان الدكتور قال لي الغده الدرقيه. انسوا الحاجات دي بتقلل الاستروجين. فمهم ليكوا قوي يا سيدات تاكلي بروكلي تاكلي ارنبيط تاكلي كرنب تاكلي حاجات فيها خضار عشان ده هيقلل الاستروجين جسمك يعمله مستوى طبيعي فالغده الدرقيه ايه تزيد. طب يا دكتور ما هو الايودين مهم قوي. يعني برضو هرجع كلام الايودين في كل حاجه يا جماعه. انا باكل بيض الايودين فيه كفايه، باكل سمك فيه تمام فيه كفايه، باكل ملح الهيمالايا موجود في كل حته ملح بينك كده، في الاسماك كلها فيها ايودين، ما عندناش نقص ايودين احنا على فكره، فمحدش يقول لي الغده الدرقيه عشان ما اكلش يود، لا اليود في كل حاجه، المكسرات فيها يود، البيض فيه يود، اللحوم فيها يعني بس لحوم الاسماك اكتر. دي اهم حاجه لحوم الاسماك. فيعني اليود متوفر على فكره والملح الزباله سوري اللي احنا بناكله وملح الطعام الايودايد سولت ده اللي بيرفع الضغط ده مليان يود. فيعني ايه مشكله الدرقيه؟ مش في الدرقيه، مشكله الدرقيه في حوالين الغده الدرقيه. نرجع بقى للسؤال الكيتو اعمل ايه. اهم حاجه في الكيتو مش الكيتوزيس مع الغده الدرقيه، اللي اهم من انك تدخل كيتو انك تعمل صيام متقطع. انتوا مش متخيلين الصيام بيرفع ميتابوليزم الجسم ازاي. الجسم ما بيلاقيش اكل انشط، احنا عايزين نزود حرق ده مفيش اكل جاي. الصيام المتقطع ثم الصيام المتقطع ثم الصيام المتقطع لو وصلت بالتدريج كل حاجه كل حلقاتي بالتدريج لو وصلت الحلقتين اكلتين في اليوم غدتك الدرقيه هتزيد 30%. لو وصلت الاكله واحده كل يوم بس صعب انك تاكل اكله واحده مع الكالوري العالي. ما ينفعش تقول لي على فكره دي مصيبه الناس اللي بتعمل ريجيم عشان تخس وهي غده درقيه فتقلل الكالوري تاخدها 1000 في اليوم. انت كده مش بقى قضيت على الغده الدرقيه تماما ان الكالوري واطي. ده انت هي يعني مخليك تخين عشان هي قليله فانت منعت عنها البنزين. فانت العربيه لا بنزين ولا موتور. الكالوري مهم جدا في الغده الدرقيه. بس اعمل ايه؟ اكله مره على مره او مرتين. اكل صحي ما فيهوش سكريات وما فيهوش نشويات. لو احنا كيتو الدهون بتاعتي ممتازه هتزود كل الهرمونات وفي وجبه واحده وبقيت اليوم كله صايم فالغده بتحرق بتزود نشاطها بيحصل لها تشوك. ما فيش اكل تشوك. ما ينفعش افضل الميتابوليزم واطي لازم اعلي الميتابوليزم. الراجل ده عايز حرق بزياده لانه ما فيش اكل جاي فاستخدم الايه الدهون اللي في الجسم احرقها وازود الميتابوليك او معدل الايض في جسم الانسان. يبقى اهم من الكيتوز. الكيتوز طبعا مفيد جدا بس اهم منه الصيام. حلك الصيام المتقطع. ده كان سؤال الغده الدرقيه واعتقد ان انا يعني جاوبته على قد ما اقدر. السؤال اللي جالي بعد كده منتجات الالبان لازم تبقى عضويه. انا ما بحبش اللبن واتكلمت كتير على الموضوع ده قبل كده. لو انت مصر تاكل الالبان يبقى تاكل الجبنه او تاكل اللبن الرايب او تاكل الزبادي. زبادي الخرفان ده بيست في كل الالبان الخرفان بالذات. الناس اللي سالتني على الالبان الابل انا ما اعرفش ما فيش يعني ما حدش درس الابل عشان اقول لكم. فاكيد صلى الله عليه وسلم لو كان بيشرب اللبن الابل يبقى تمام بس انا ما عنديش علم. فانا بتكلم هنا علم انا مش بقول حكم شرعي. العلوم ما درسوش الابل. لو حد عنده دراسات على لبن الابل هرد على الناس. احسن انواع بدائل السكر الاستيفيا برضو عليا تعليق موت طعم السكر في بقك عشان صحتك تتحسن. قلتها للمره المليون يا فرحتي انا باكل نفس طعم السكر هفضل شرقان للسكر هفضل بحب السكر هفضل بدور على السكر وبدائل السكر ومصايب بدائل السكر. موت البادز انا دلوقتي لو خدت معلقه عسل ارجع. موت احساس السكر اول طريق الخلاص من ادمان السكريات والكرافنج التعطش. عايز حاجه مسكره طول ما انت في حياتك بتقول عايز حاجه مسكره اعرف ان انت ماشي غلط. النقطه الاخيره الاف الناس اللي سالوني على قرطاي. يعني كل واحد حر على فكره يا جماعه. انا ما بفرضش ما بقولكش انت كذا وانت كذا انت حرين. انا بتكلم على اللو كارب بتكلم على الكيتو بتكلم هتكلم على الكارنيفور اللي اكلين اللحوم بس. انما قرطاي اولا يعني انا لما عن نفسي انا يعني انا بقول لكم الكلام اللي بنفذه على نفسي والمتابعين عارفين كل اللي انا قلته ده انا جربته بنفسي. ما ينفعش تقول لي اكل لحد ما اشبع انسى ضاعت منك.
ما ينفعش تقول لي كل كربوهيدرات وده مش هيعلي لك الانسولين. البقوليات دي عدوه عدوه الجسم، ده رايي. لان جرب انك تقعد من غير بقوليات الفول والعدس والفاصوليا و اسبوع شهر، مش هيبقى فيه انتفاخ خالص، مش هيبقى فيه عسر هضم خالص، مش هيبقى فيه التهابات قولون خالص، مش هيبقى فيه امساك خالص، لان تقيله، بروتين تقيل البقوليات. فما ينفعش القراطيه يحطها لي. قراطيه جابت الكيتو، اهم ما يميز الكيتو مفيش كرب، لا نحط كرب. يعني ايه يا تمشي كرب وتمشي الجلوكوز هو الوقود، يا تمشي كيتو والكيتونز بادي هي الوقود، انما عايز تجمع لي الاثنين هتبوظ منك. وبعدين زي ما انا منفتح جدا، اي حد مشي اكتر من سنتين او ثلاثه على قراطاي وفضل خاسس يكلمني، يبعت لي انا هرد عليه، يقول لي انا من 3 سنين ماشي قراطاي وسكري تمام والشرايين عندي ممتازه والدهون نسبتها ممتازه وانا رفعت 3 سنين. لان كل اللي في بيج لوزر اتكلمت عليه قبل كده بعد سنتين علي تاني. اي حد مرتبط بالكارب هيتخن تاني، اي حد بياكل اللي هو عايزه هيتخن تاني. دي لو منعت دلوقتي قللت اكلك هخس، والله العظيم لو باكل يعني ايه قللت اكلك، لو كلت اي نوع قليل هخس، انا مش هستمر وهرجع تاني. لان خلايا جسمك، الخلايا اللي انا بلغت بيها 1,000,000 خليه مش هيختفوا، هيفضلوا لغايه ما اموت ب 100 خليه، بس اقدر اقفلهم، اقدر اخليهم مقفولين فما بقاش تخين، انما الخلايا موجوده. فاي حد بياكل كارب لسه بياكل كارب، اي وقت هياكل هيتملوا تاني لان المخزن عنده. فالحل الوحيد امنع الانسولين. الانسولين بيعلى بحاجتين، البروتين سوري الكربوهيدرات، سكريات وفواكه ورز ومكرون، اي نشويات في العالم صحيه او مش صحيه الانسولين بيعلى. والبروتين، البروتين العالي، الناس اللي قالت لي يا دكتور انا على كيتو ما بخسش، بروتينك عالي، البروتين بيتحول لجلوكوز. فلو سمحتوا ده رأي القراطاي، جربوا تمام قوي، انما انا مرتاح وجسمي تمام ومخي تمام ان انا بعيد عن الكربوهيدرات خالص، 5% تكفيني من الخضروات بس. وحتى دلوقتي انا منعتها، هتكلم الفترة الجاية. والناس تقول انت منعت الخضروات ليه؟ انا حر على فكرة، لا اله الا الله، انا حر ما يعني انا اكل اشرب ميه بس. الناس اللي زعلانة ازاي تمنع الكربوهيدرات، الخضروات دي مهمة، انا حر، لا اله الا الله، انا حر، انا بجرب في جسمي يا سيدي، انت زعلان ليه؟ فانا يعني ارتحت لما بطلت الخضروات، طول عمري عايش على الخضروات فاكرها صحيه، طلع جسمي ما يحبش خضروات، جسمي ارتاح، هضمي افضل، الحمام اقل، ما عنديش انتفاخات ولا مغص، وجسمي خفيف وبشرتي احسن. طب انا اسمع جسمي، انا بسمع جسمي، لو جسمي قال لي اشرب ميه 1,000 يوم همشي وراه، لان كل جسم غير التاني. فانت حرين، انا بقول لتجربتي انت بقى تاخد منها، تقول ما تنفعنيش يا دكتور، خلاص الجسم كنت حر. تمام، شكرا لكم ان انتوا كملتوا معايا الحلقه للاخر، نتقابل المره الجايه في حلقه على الماشي. كان معاكم كريم علي، ونتقابل المره الجايه. سلام.